انا ملاحظ ان خطواتك بطيئه شويه. يعني فرح ليلى كان من كام سنه تقريبا؟ لا بس هو مش ده اخر حاجه برضو، كان في قبليه. في قبليه وفي بعدي. ايه بقى قولي لي؟ كان اخر حاجه عملتها ارض جو كانت عبد الرازق، وعرضناه عندنا على شاشة الشرقية على فكرة. بالمناسبة انت كنت صديقتها في الستاف بتاع المضيفات وكده. بالظبط، دورك رائع طبعا. تعاون مع غادة عبد الرازق نجمة كبيرة، واحنا على فكرة كل سنة لازم مسلسلها بنعرضه على شاشة الشرقية. عرضنا لها حدوتة مرة في رمضان الماضي، وقبل كده كل مسلسلات. تعاون معاها تشوفيها ازاي؟ والله هي ممثلة يعني من أتقل الممثلات في الوطن العربي، ده كل أقدر أقوله لك. بشكرك وبتمنى لك كل التوفيق. ميرسي، شكرا لزوجك.